كلمة مستحيل معناها أنه توجد مشكلة لم تجد لها الحل بعد، ولكن يوجد لها حل. وكل إنسان وجوده يغير في كل الكون، كل الكون لن يكون كما هو اليوم بدونك. الإنسان مستحيل أنه يقدر يحسن من نفسه إلا إذا عنده أمل أنه عيوبه هذه ممكن في يوم من الأيام يتغلب عليها. الفحم مادة موجودة في الكرة الأرضية منتشرة وقيمتها قليلة، ولكن تخيلوا أنه هذا الفحم تحت الضغط والحرارة الكربون اللي فيه يتحول إلى الماس، وكذلك الإنسان يستطيع. لذلك قالوا أن كلمة مستحيل كلمة اخترعها الإنسان ليبرر بها عجزه. كل ما يعجز عن شيء يقول مستحيل. الشباب عندهم فكر، عندهم قدرة. الخلاصة، الشباب مبدعين، عندهم عقول، عندهم أفكار، عندهم إبداعات.